ميرفت، لما كنا بالمشفى قلتلك بدي جواب منك، تذكرتي ما هيك؟ لما يصير الوقت، والوقت صار هلأ ميرفت. يوم هربتي من السيارة ليش؟ خفت، أنا نسيانة كل شيء. كنتي خايفة. طيب وأنتي خايفة لجهاد خبرتي إنه ما يعتبرك مثل أخته، ليش هالحكي؟ والله ما عم بسمح شو عم بيقولوا. أنا مو متذكرة شي بنوب قلتوا لهالكلام عاصم. أنا إيه قلتي له هيك بالضبط، ماني أختك يا جهاد، متذكر هالشي. والله بوقتها أنا كنت غايبة عن الوعي وما بعرف شو عم أحكي أبدا، ويمكن لأني وقعت على الأرض على راسي. مانو شي مهم كتير لتوقف عنده يعني. عاصم اسمعني شو بدي أقول. شو بدك تقولي ميرفت؟ عم أقول بلكي بشوف الأنسب إنه مسألة العرس نأجلها لفترة. يا عاصم بيكون مرق شوية وقت على القصة، الناس بينسوا اللي صار شوي وبيحلوا عنا، وبعدين منجهز حالنا ومنعمل العرس. شو رأيك؟ اسمعيني لكان، مانك مجبورة على الجازية وانت حرة. لا عاصم، معقولة اتراجع بهيك شي؟ كل القصة اخي ما صار له شي طالع من الموت. ما بعرف عاصم، الحادثة لساتها جديدة وحاسة بكير على العرس شوي. وانا حابة نتجوز ونصير بقى مع بعض. ليكي ميرفت لا تضايقي حالك يا روحي، معناها امتى ما بتحبي انتي وقتها بنعمل العرس مبسوطة. وشو بيقول المثل؟ توصل متأخر أحسن من ولا شي.